قدم الفنان حجازي متقال. يسعدني ويشرفني ان انا اقدم صديق عمري، الصوت الجميل والصوت الاصيل وحبيب قلبي حجازي متقال. برافو. لعبتنا هلأ بتقول عدم الإجابة بنعم أو لا. أستاذ سمير، عدم الإجابة بنعم أو لا؟ نعم. لا. أول شيء ممنوع تجاوب بنعم أو لا بجميع لغاية العالم، ممنوع تهز راسك لا شمال ولا يمين. أوكي؟ إنما نعمل إيه يعني؟ جاوب اللي أنت عاوزه من غير نعم أو لا. طيب اوكي. تعرف تكتب افلام؟ بس بسرعه. لا ما ينفعش. يمكن مثلا يعني كلمه ثانيه. حتى لو مش مفيده. I got it. اوكي. تعرف تكتب افلام؟ ما فيش مشاكل. ما حاولت؟ ربنا كبير. بتحب التمثيل؟ طبعا. والغنى؟ موت. الرقص؟ اعشقه. الحلوين؟ يلهوي. بتحب حدا، بتحب الممثل اللي بيضحكك؟ اكيد. حدا قدر يضحكك؟ سمير غانم. يا سلام، زقف سمير غانم. اكيد
أصلا سمير غانم ما بيضحك بس سمير غانم بيضحك العالم العربي كله. ربنا يخليك. تسلم يا رب. تحيي مرة تانية لأستاذ سمير غانم. تعرفي مادونا؟ يعني تحبي اللوك تبعها؟ أكيد. تسمعيها؟ مش دايما. صباح تعرفيها؟ بحبها كتير؟ قوي. تلاقيها بتلاقيها إيه؟ حلوة؟ آه طبعا. إيه مش آه طبعا يعني مين ما يحبش صباح؟ أصل صبوحة السحرورة يعني. يا حياتي ولك تحية لحبيبة قلبي طبعا وعمري وتاج راسي طبعا. على فكرة كنت انت منورة في الأغنية بشكل غير طبيعي. الحمد لله هيدا من جواز. يعني كانت عبارة عن مثلا يعني نجفة وبنورة يا حبيبي. اه والله يا حبيبي شرفني. يعني هيدا هيدي شهادة كتير كبيرة انا بعتز فيها. ده مش رأيي انا، ده رأي العالم كله. ميرسي حقيقي يعني. ميرسي عن جد. ميرسي استاذ سمير. الله يخليك. رح نكمل لعبتنا. ما بعرف اذا البنات رح نربحهم. اكمالش ماشي لازم حبيبي. بعدين منا عندها ظروف يعني لازم تربح. ظروف ايه يا استاذ؟ ظروف عائليه. مامتها هتبهدلها لو ما يبقى خمسه اربعه. اوكي انت اربعه. انت اربعه على مين؟ اربعه. ايوه ما انتوا اربعه. اوكي برافو يا ولاد. خسرنا معانا الطبيب الجراح الجميل ده اللي يمكن حبيبي. بريك صغير ونرجع معكم بلعبة جديدة. حلوة الحياة. I'm
يا هادي. يعني أنا كنت عارفة إنه غنية ما كدبش عليك حلوة، بس ما كنت عارفتها حلوة هالقد. يعني ما بعرف كيف تحمست وجيت رقصت معك. أنا عمري في حياتي ما استمتعت بأي أغنية حريمي في حياتي زي الأغنية دي. تقبرني. صدقيني دي غنوة عمري يا حبيب قلبي. غنوة عمري. ميرسي كتير، أنا بيشرفني. ميرسي يا حبيب قلبي، الكلام كله دخل جواك. خزلتني. هلا كنت عم بتخبرني الشباب نتكلم في المحكمة. ايه؟ سيدة القاضية الجميلة، هؤلاء الشباب محتجين على النتيجة الأخيرة بالنسبة لآدم، يقولون أننا قد كسبنا 5 مرات والأنسات الحلوين 4 مرات. يبقى فلا أعلم ما السبب، فليتفضل المدعي العام السيد الطبيب الجراح الأستاذ سعادتك عمر باشا، واخد بال حضرتك، يقنع حضرتك. تفضل يا عمر.